Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à toutes et à tous. Inch'Allah, c'est qu'on est prêt. Donc, dans cette vidéo, nous allons faire ou parler sur la dérivabilité et les fonctions réciproques. Alors, on va commencer par la dérivabilité d'une fonction. Je vous les quatre cas. La dérivée d'ordre n, le théorème sur les théorèmes, qui est le théorème de Rolle et le théorème des accroissements finis, et les fonctions réciproques. Donc, commençons tout d'abord avec la dérivabilité d'une fonction. Bien sûr, on a la partie là avec les dérivées de quelques fonctions. On a la dérivée de f plus g, il y a la dérivée de f plus la dérivée de g. Donc, il y a quelques opérations sur les dérivées, les narfou maqbel, mais vaut mieux ne pas croire. Surtout le cas de f puissance n, la dérivée de h, donc on a le n tahbat, le aussi tahbat. On va dire la multiplication phi f, la dérivée de f barque wahedha. Fois f puissance n moins 1. هذه نخدمو بها بزاف. كاين الحالة تاع كي تعود f على g نعرفوها ثاني من قبل. ولا 1 sur f prime هي حالة خاصة من f sur g. لهنا نعتبرو باللي البسط راهو يساوي الواحد. ولا هنا كالكو ثاني كالكو فونكسيون اللي معروفين x اس n واحد على x لا راسين دو x اكسبونونسيال ln كوسينوس سينوس اي طونجون وهادو لي ديريفي تاعهم. Donc toujours qu'il y a x puissance n, il y a la forme f puissance n, le aussi à bout de l'ahna, fois x puissance n moins 1, etc. Bon, je pense qu'il y a un arbre pour eux. Juste pour qu'on ne fasse pas parce qu'on est à jour. Ou il y a dans le cas où il y a une fonction, donc il y a la fonction terna. Les fonctions adorent x puissance n, mais il y a c'est f puissance n, n sur f, la racine de f, exponentielle f, ln f, cosinus f, sinus f, c'est sinus f et tangente f. Là, on a une fonction composée de la morakaba. Donc, aussi, on a c'est juste que le sinus et la tangente, nous f, f. Donc, concernant les opérations sur les dérivés, nous avons la deuxième, la dérivabilité d'une fonction en un point. Là, on dit qu'une fonction est dérivable en un point, c'est que nous avons des capacités de chirurgie d'un octet. كي نعود راح ندير قابلية الشقاق عند نقطة نخدمو ديريكتومون بالعبارة هذه اللي هي لا ليميت دو اكس دو اف دو اكس موان اف دو اكس زيرو سور اكس موان اكس زيرو ات ايكال ا اف بريم دو اكس زيرو لما اكس يؤول اكس زيرو بيان سور نورمالمون هادي نعرفو نخدمو بها سيتادير هنايا كي تكون عندي اون ليميت من لا فورم هادي من لا فورم تاع قابلية الشقاق عند نقطة نروح نخير اف تاعي لاش ما تكونش مش هذا كامل كسر نهز بارتي منه برك اللي يمثل لي بيان سور كي ندير المطابقه راح نشوفها ان شاء الله في ان اكزرسيس كي ندير المطابقه على لا فورم هذه نهز لا فورم تاع اف دو اكس وندير لها الاشتقاق عند الاكس 0 وكاينه ثاني لهنا وين تكون بقيم اصغر وبقيم اكبر راح تكون عندهم لا ميم ليميت يكونوا متساويين نفرضوا لا ليميت تاعنا هي ال وفي الحاله وين تكون لا ليميت هذه اللي نجيو نحسبوها تكون حاله عدم تعيين بيان سور راح نروحوا نحوسوا على المشتقه ونفرضوا لهنا باللي المشتقه ما صلحت لنا الثاني لقيناها باللي جايه شكل حاله عدم تعيين ولا قيمه ما نقدرش نحسبوها الوغ نروحو نديرو لو شونجمون دو فاريابل سيتادير نوليو نحطو المقام هذا اكس مو اكس 0 نحطوه ايكال اش اي دونك حنا في الاول كان اكس يؤول اكس 0 نعولو نحوسو درك على الاش وين يولي يؤول نعوضو لهنا الاكس 0 في المعادله هذه اللي غيرنا فيها المتغير هذه تاع شونجمون دو فاريابل هي تغيير متغير دونك اكس 0 مو اكس 0 اي ايكال 0 الور لا فاريابل جديده تاعي تروح تولي تؤول 0 ونعاودو نكتبو العباره تاعي تاع قابليه الشقاق اللي كانت في الاكس 0 درك رايحه تولي لنا في اش حيث ان اش يولي يؤول 0 الور كانت اف دو اكس تولي لي لهنا كي نجبدو لو اكس تاعنا واش يساوي هو اش بلس اكس 0 دونك اش بلس اكس 0 موان اف دو اكس 0 سور اش كان ايت ايكال اف بريم دو اكس 0 دونك كيف كيف لهنا نورمال ممكن نديرو لو شانجمون دو فاريابل رايحين نلقاو لا سوليسيون دو لا ولا لا فالور دو لا ليميت كاين ان اوتر بوان لي هو لا ديريفي دون فونكسيون كومبوزي اي ريسيبروك دونك لا فونكسيون كومبوزي هي الداله المركبه معناها عندي لهنا اف رونجي ولا نسميوها ثاني اف دو جي دو اكس معناها داله كامله راهي مجهول نعتبروا الجي دو اكس المجهول تاع الداله اف الور سوا لا فونكسيون اف دو جي دو اكس اون فونكسيون كومبوزي معناها داله مركبه كي بوت اتر اكريت اوسي كوم سوي نقدر نكتبوها اف رونجي
Alors, la dérivée تاعها f رون جي هي la dérivée de f de g de x كي نشتقوا هذه واش معناها نشتقوا ما داخل ال f اللي هي g بريم في مشتق ال f اللي جي لي x معناها هنا نشتقوا سعر ما داخل ال f اللي هو g بريم ونضربوه في f بريم نولي نشتقوا ال f برك تاعنا بصح المتغير تاع المشتق يبقى توجور هو g دو x هذه راح نشوفها ان شاء الله ثاني في لي زيكزارسيس كاينه لا فونكسيون ريسيبروك معناها الداله العكسيه الور عندي لهنا اون فونكسيون دو اي دون جي ديريفابل اي بيجيكتيف نوطيوها اف موانز 1 اون فونكسيون بيجيكتيف واش معناها معناها تقبل لازم في المجال تاعها اي من لي زيكس معناها بصوره واحده اخرى لكل صوره سابقه ولكل سابقه صوره واحده تسمى وحده وحده برك لكل اكس 1 كل اكس عنده ايغريك وكل ايغريك عنده اكس في المجال تاعنا في المجال اي جي في المجال اي بارتي تاع الاي اللي هي تاع محور الفواصل والجي تاع محور التراتيب معناها ما كانش ايغريك اللي عنده زوج نقاط هذه هي هذا هو لو سونس تاع لا بيجيكسيون ولا نقولوا ان فونكسيون بيجيكتيف وكي يتحقق لنا الشرط تاع لا بيجيكسيون نقدروا نديروا لا ديتيرميناسيون دو لا فونكسيون ريسيبروك معناها الداله العكسيه اللي نرمز لها اف موان 1 والاف موان 1 واش معناها معناها تولي معرفه في جي دون اي سيتادير لهنا كان لو اي هو محور الفواصل والجي كان محور التراتيب بالنسبه للداله العكسيه يتعكسوا المحاور اللي كان الاكس يولي الايكراك واللي كان الايكراك يولي الاكس الور نوليو نكتبوها جي حتى الاي لا بيجيكسيون بيان سور هذه اف موان 1 هي لا دو جي دون اي هي لا بيجيكسيون ريسيبروك معناها هي الداله العكسيه اللي تحقق لي بيان سور الشرط تاع لا بيجيكسيون ونعاود لا بيجيكسيون هي لكل صوره سابقه ولكل سابقه صوره وحده وحده هذه هي برك بون كاينه لهنا كي تحقق لي شرط على بيجيكسيون نلقاو اف موان 1 نقدروا نديروا لا ديتيرميناسيون دو لا فونكسيون ريسيبروك بون لهنا سي اف بريم نو سانول با سور اي الور اف موان 1 اي ديريفابل معناها لهنا كي تعود المشتقه الاولى تاع الداله هذه تاع الداله النورمال نسميوها النورمال ما تنعدمش عند ما تنعدمش عند الاي تسمى في المجموع التعريف تاعها الور اف موان 1 اي ديريفابل نقدروا نديروا لا ديريفي لا دي نقدروا نديروا لو كالكول دو لا ديريفي دو اف موان 1 سولون لا لوا اللي هي اف موان 1 بريم دونك هذه لا ديريفي دو لا فونكسيون ريسيبروك واش تساوي حنا الا شتمنا البارتي هذه برك بارسك تساوي 1 على اف بريم لي اف موان 1 وهذه هذه ثاني راهو تركيب تسمى سي تادير هنايا اف بريم واش تمثل لي هي مشتقة الدالة النورمال اللي هي هذه اللي معرفة في الاي دون جي لي والمجهول تاعها واش هو هو لا فونكسيون ريسيبروك معناها هو الداله العكسيه تاع اللي نحوس عليها انا بعد ونقدروا نسميوها اف بريم رون اف موان 1 بون هادي ما تهمش بزاف حنا بوكو بلوس نخدموا بهادي كيف كيف لهنا في التركيب مي فو ميو نعرفوا برك كي نقولوا اف بريم رون اف موان 1 سي تادير هي اف بريم دو اف موان 1 كاينه لا فونكسيون ريسيبروك كومبوزي دونك لهنا في الاول هضرنا على فونكسيون كومبوزي وحدها لهنا لا فونكسيون ريسيبروك وحدها كي تعود اون فونكسيون ريسيبروك او كومبوزي كيما لو كا هذا اف موان 1 دو جي دو اكس كي نجيو نشتقوها واش نديرو نطبقوا عليها القانون تاع لا كومبوزي تاع لا فونكسيون تاع الداله المركبه ونطبقوا عليها تاع لا ريسيبروك سي تادير لهنا واش درنا شقينا في الاول جي بريم معناها شقينا ما داخل الداله اللي راحين نشتقوها لهنا عندنا جي دو اكس هو المجهول تاع اف موان 1 سي تادير نشقوها اي ابري واش نديرو نضربوها في مشتقة الدالة تاعنا اللي هي اف بريم ولا هنا واش تمثل لي بيسك الدالة تاعي هي الدالة العكسية الور نولي ندير اف موان 1 بريم وحنا واش شفنا من قبل بلي اف موان 1 بريم واش تساوي هي 1 على اف بريم لي اف موان 1 الور نولي نعوضوها لهنا كانت اف موان 1 دو اكس الور لهنا واش تولي لنا اف بريم دو اف موان 1 دو اكس كون لهنا الاكس هذا نبدلوه بداله وحده اخرى نفرضو جي دو اكس الور لهنا ثاني تولي لي جي دو اكس وهذا واش راح نلقاوه لهنا الور كي نرومبلاسيو هذه كامل بلا فالور هذه ولا بالقانون هذا رايحه تجيني هذه جي بريم اللي هضرنا عليها من قبل تاع الداله المركبه في 1 سور اف بريم هاو القانون هذا دو اف موان 1 دو اف موان 1 ها كيف كيف دو جي دو اكس دو جي دو اكس لهنا كانت عندي اكس نحطو اكس برك لهنا وكون الاكس يتبدل بداله وحده اخرى نولي نحطو الداله اللي داخل دونك لهنا جيسبر ك شويه واضحه مي نشوفوها ان شاء الله في لي زيكزارسيس اوسي عندنا لو لا ديريفي ثاني اون يوتيليزون لا ريغل دوبيتال دونك هذه ثاني سهله لا ريغل نو سابليك كو سي لا فورم انديتيرميني اي دو 0 سور 0 او انفيني سور لانفيني معناها كي نلقاو لي دو فورم هادو
ده حالة عدم تعيين من شكل هذا نابليكيو ديريكتومون لا ريغل دوبيتال. واش تقول لك؟ تقول لك بلي لا ليميت دو اف سور جي ايت ايغال ا لا ليميت دو اف بريم سور جي بريم ايت ايغال ا لا ليميت دو اف دو بريم سور جي دو بريم ايتترا. لهنا واش معناها؟ كي تكون عندي داله كسريه وحاله عدم التعيين تاعها ولقيت بلي راهي حاله عدم التعيين من شكل 0 على 0 ولا ما لا نهايه على ما لا نهايه، نولي نعتبر البسط كداله وحده والمقام كداله وحده. الور واش ندير؟ ندير ديريكتومون لا ريغل دوبيتال، نولي نشتق البسط المشتقه الاولى تاعو وندير مشتق المقام الثاني المشتقه الاولى تاعو ونزيد نشوف نحسب لا ليميت. لكان لقيتها لا ليميت نلقاها هنا سيبو هنا لقيناها. لكان زدنا لقينا حاله عدم تعيين تاع هادي اف بريم على جي بريم من شكل 0 على 0 ولا ما لا نهايه على ما لا نهايه، نزيد نروحو للمشتقه الدوزيام. مي لهنا واش لازم نعرفو؟ انه مش دائما تصلح، دي فوا كي نجيو نشتقو لا ديريفيتي تكبر وتزيد تصعب وتزيد تتعقد. الور كي نشوفو بلي لا ديريفي تاعنا ولات كيما هك، دو بريفيرونس نحيو حالة عدم التعيين بطريقة وحدة أخرى، كسو سوا المرافق ولا نجبدو عام مشترك ولا نديرو تغيير متغير ولا نكتبوه على شكل ديريفابيليتي جون فونكسيون أون أن بوان سا ديبو. مي دو بريفيرونس كي نلقاو توجور لي دو زيرو على زيرو ولا ما لا نهاية على ما لا نهاية، نبداو ديريكتومون بلوبيتال باسكو هي لا ميثود لا بلو سامبل. غير كان كاين اون فونكسيون لي راهي باينة وسهلة، الور نابليكيو ديريكتومون حالة نحيو حالة عدم التعيين عادي بلا ما نروحو لوبيتال. هادو لي بارتي كانو كونسيرنو لا ديريفابيليتي دون فونكسيون. نروحو دركا لا ديريفي دوردر ان. بون كاينه لا ميثود سامبل سيتادير عندي اون فونكسيون عندها سوا اون فونكسيون ديفيني سور سون دومين دو ديفينيسيون لي هو دي. الور اف لهنا عندنا كي نديرو لا ديريفي تاع الاف الاولى هي اف بريم ولا نرمزولها باف اس. بون هذاك موش اس اللي هنا راهو واحد بين قوسين، بان فرقو كي يعود القوسين معناها هو ترتيب هو درجة المشتقة، وكي ما يكونش القوس سيتادير راهو اس يولي يدخل في الحساب ولا يدخل في الاشتقاق ولا صاديبو صاديبو راح نخدمو به. عندنا لهنا اف موا اف ان اي ديريفابل معناها كي نشتقو حنايا الان راح تمد لي المشتقه الدوزيام. اف 2 هي لا ديريفي دوردر 2 توجور، ما نساوش باللي بين قوسين معناها هي رتبه المشتقه هو لوردر دو لا ديريفي. كيف كيف بالنسبه كي نشتقو لهنا اف 2 كي تعود ديريفابل كي نشتقوها ها هي اف 2 بريم تمد لي اف 3 لا ديريفي دوردر 3 ايتترا حتى نلقاو نوصلو لي تيرم ولا لي زوردر الاخرين. كيما لهنا اف ان موان 2 اي ديريفابل كي نشتقوها تمد لي لو تيرم اللي وراها معناها اللي كبير عليها نزيدو لها ان، كي نزيدو لهنايا الان تولي لي موان زان لا ديريفي دوردر ان موان زان. اي بار لا سويت راح نلقاو لا ديريفي دوردر ان موان زان كي نزيدو نشتقوها نلقاو لا ديريفي دوردر ان. دونك اف ان اي لا ديريفي انيام دو اف دو اكس. لهنا واش لازم تاني نعرفو؟ انه في لا ديريفي انيام لازم نحاولو لي ديريفي كامل اللي نلقاوهم نكتبوهم بشكل عباره وين تتعاود في جميع المشتقات، مش المشتقه الاولى عندها عباره زي والمشتقه الدوزيام ما تشبه لهاش والتروازيام تزيد تكون زي اخر. الور لهنا جينا صعيبه باه نديرو لا ديتيرميناسيون دو لا ديريفي دوردر ان. اي دونك دو بريفيرونس نحاولو توجور نكتبو لي ديريفي على نفس الشكل. بيان سور كاين حوايج يتغيروا مي مش حوايج كبار، مي توجور لا فورم جينيرال تبقى كاينه باه جينا سهله لا ديتيرميناسيون دو لا فونكسيون دو لا ديريفي دوردر ان. و ابري كي نلقاو لا ديريفي دوردر ان بار لا سويت il faut montrer le résultat trouvé par récurrence معناها il faut le démontrer. لهنا il faut le démontrer نعاودو نديرو لا ديمونستراسيون تاع لا فالور ولا تاع لا لا ديريفي اللي لقيناها بار ريكورونس. نديرو لهنا ان اكزومبل عندنا لا ديريفي دوردر ان راح نحسبو لا ديريفي دوردر ان تاع لو كوسينوس دو زيكس. كي نجيو نشتقو لو كوسينوس مشتقة الأولى هي مشتق ما داخل السينوس اللي هو دو في مشتق الكوس، وعلى بالنا مشتق الكوس هو ناقص سينوس. ألور لا ديريفي الأولى هي ناقص دو سينوس دو زيكس. واش نقدر نقول عليها؟ نقدر نكتبها من شكل ناقص واحد في زوج، ولا هنا واش راني داير؟ حولت السينوس للكوسينوس. بون هادي لابارتي دوك نهضر عليها. نروحو ساعة نروحو لا ديريفي دوردر دو. دونك لا ديريفي دوردر دو بون شتقينا ديريكتومون هادي. ايماجين كل واحد يجي يشتق لابارتي هادي، كل واحد يشتق المشتقه الدوزيام تاع هادي واش تجي؟ هو مشتق ما داخل السينوس دو فوا موان دو في مشتق السينوس اللي هو الكوسينوس، معناها تولي له موان دو بويسونس دو كوسينوس. نرماركي ولا هنا بلي المشتقه الاولى جاتني بالسينوس والدوزيام بثلاثه الكوسينوس، معناها راح اشاك فوا تبقى لي يا سينوس يا كوسينوس. واش ندير؟ نولي نحول انايا جميع المشتقات تاعي للكوسينوس. باه نحولوها نحنا دركا من السينوس للكوسينوس
على بالي بلي سينوس الزاوية هو كوسينوس الزاوية ونقصه لو بي سور دو. دونك لهنا تحبوا تفيريفيو بالدائرة المثلثية. عندنا سينوس تاع الزاوية، الزاوية لهنا مهما تكون أي زاوية 2x ولا 4x ولا x ولا صاديبو، سينوس الزاوية كي نحولوه للكوسينوس نقصو لها بي سور دو باه يولي لي كوسينوس. هاني درنا لهنا التحويل. ولا هنا بيان سور واش لازم نعرفو تاني في لا ميثود في لا ديريفي دوردر ان، ما لازمش الحسابات نديروهم، سيتادير كيجيني جداء ولا جمع ولا فاكتوريال ولا اي حاجه ما نكتبوهاش النتيجه النهائيه، نخليوها على شكل جداء ولا نخليوها على شكل جمع ولا نردوها على شكل اس ولا نردوها على شكل جداء ثاني سا ديبون. كيما لهنا انا لقينا لا فورم تاع لا ديريفي الاولى، كي نحولو كي نروحو نشتقوها للدوزيام، هي مشتق ما داخل الكوس اللي هو زوج بها لهنا زوج، نضربو في الزوج هذا وشي يولي لي، هاني خليتها لهنا زوج في زوج. في مشتق الكوس، مشتق الكوس وشي هو؟ هو ناقص سينوس، وانا عندي ناقص من قبل، الور مراش نديرها لهنا تولي لي زايد، نخلي الناقص واحد الاول اللي لقيتو ونزيد نحط قدامو الناقص واحد الدوزيام تاع الكوس. ولا هنا بيان سور رايحه تخرج لي بالسينوس، نولي نحول هذه لابارتي من سينوس للكوسينوس. وجع على بالي انا، على بالي بلي سينوس الزاويه هو كوسينوس الزاويه ناقص بي سور دو، كي نزيدو نقصو حنايا البي سور دو من لابارتي هذه واش تولي لي؟ لهنا ما نكتبوهاش ناقص بي، باه باسكو جينا صعيبه لا ديتيرميناسيون دو لا ديريفي دوردر ان. كيما قلت لكم الجمع، كيما الجمع تاع زوج حوايج كيف نردو على شكل جداء يجينا 2x موان 2 بي. دوك من بعد نفهموا على خليناهم هكا باه تجيني ساهله لا ديريفي دوردر ان. ولا هنا اللي كانت 2 فوا 2 خليناها 2 كاري ما رديناهاش 4، والموان زان فوا الموان زان رديناها موان زان او كاري. كي نروحوا لا ديريفي 3 واش يصرى؟ مشتق ما داخل الكوس اللي هو توجور لو 2، ها هو لو 2 2 فوا 2 او كاري. في مشتق الكوس اللي هو ناقص سينوس، ها هو الكوسينوس تاعي بون لهنا سي سينوس دونك هنايا سي سينوس، و بيان سور لو موان زان نكتبو اون روج، هاو لو موان زان. الوغ واش نرماركي؟ عندي موان زان لهنا بويسونس 2 فوا موان زان تولي لي موان زان بويسونس 3، ولا هنا 2 فوا 2 2 كاري فوا 2 تولي لي 2 بويسونس 3. وكي نحولو سينوس للكوسينوس نزيدو لهنا نديرو عمل نزيدو نقصو، بون نقصو من هادي بي سور 2، بون كي نزيدو نقصو بي سور 2 تولي لي موان 3 بي سور 2. الوغ لهنا واش نرماركيو؟ نرماركيو بلي لي ديريفي كامل 1 و 2 و 3 عندهم لا ميم فورم، لا فورم جينيرال راهي كاينه، توجور لو كوسينوس تاع الزاويه ومعاه البي سور 2، اشاره لهنا سالبا، ولا هنا عندي الموان زان وعندي لو 2. واش قاعد يتبدل؟ قاعد يتبدل لي الاس تاع ناقص 1 والاس تاع الزوج والمعامل تاع البي سور 2، بصح الباقي عادي. دونك لا ديريفي دوردر ان توجور نكومباري الارقام اللي قاعدين يكبروا لهنا اللي كاينين كامل اللي قاعدين يكبروا مع درجة المشتقة، نروحو لهنا لا ديريفي دوردر 3 نريماركي بلي معامل بي سور 3 بي سور 2 هو 3، هو نفس درجة المشتقة تاعي. ولا هنا ناقص 1 أس 3 و 2 أس 3 كيف هما تاني من درجة المشتقة، معناها كي تعود المشتقة تاعي درجة ان هادو يوليو ان، اف ان تولي ناقص 1 بيسونس ان 2 بيسونس ان كوسينوس 2 اكس موان ان سور فوا بي سور 2. معناها كي نروح نحب نعرف انا لا ديريفي دور دور دو قداه، نعاود الان بالدو، نعاود الدو لهنا والدو هنا والدو هنا وهنا، راح نلقاو لا ميم فورم ولا لا ميم فورمول كو اللي لقيناها من قبل. الور لهنا كي لقينا لا ديريفي دور دور ان نروحو نديرو لا ديمونستراسيون، نروحو اون فا لا مونتري، نعاودو نبرهنو عليها بار ريكورونس. دونك بلي اف ان صح تساوي لنا العباره هادي. الوغ نبداو بالحد الاول، بويسك حنايا رانا في نخدمو على الاشتقاق، بيان سور المشتقة الاولى هي رايحة تكون الحد الاول، معناها ان يساوي الواحد، يعبر لي على المشتقة الاولى. نعوضو في لا ديريفي دوردر ان اللي لقيناها بالان، نعوضوه بالان، تولي لي موان زان بيسونس ان دو بيسونس ان كوسينوس دو زيكس موان بي سور دو ايكال ا. بون لهنا كي نديرو الحسابات راح نلقاوها نفس المشتقة اللي حسبناها من قبل. الوغ هادي راهي جوست. نروحو دركا اون فا سوبوزي كو لا ديريفي اللي نحوس عليها لا ديريفي دوردر ان راهي جوست، اي اون فا مونتري كو لا ديريفي دوردر ان بلوس ان ايت ايغال ا سيت فورم ولا ا سيت فورمول. العباره هذه لهنا كيفاش جبنا العباره هذه؟ هزينا العباره تاع الاف ان اللي اعتبرناها باللي راهي صحيحه، وعوضنا الان بالان بلوس ان، معناها منين نلقاو الان نعوضوه بالان بلوس ان وخلاص. الور بار ريكورونس
احنا واش نعرفو؟ نعرفو باللي مشتقة الان، احنا واش قلنا هنا؟ نرجعو لابارتي هادي، قلنا كي نشتقو المشتقة الدوزيام تمد لي المشتقة التروازيام، كي نشتقو الاولى تمد لي الدوزيام، تما اشاك فوا كل ما نديرو الشقاق نلقاو الدرجة اللي وراها، معناها كي نشتقو حنايا لا ديريفي دوردر ان رايحة تمد لي لا ديريفي دوردر ان بلوس ان. الور بيسك انا يسوبوزينا باللي الاف ان راهي صحيحة، دونك نقدر نخدم بها ونشتقها. كي نشتقها نشوف اسكو في الاخر هي العبارة تاع الاف ان بلوس ان ولا نو. دونك نشتقو عادي، مشتق ما داخل الكوس لهنا وراحة الاف ان، مشتق ما داخل الكوس هو دو، هاهو في مشتق الكوس هو ناقص سينوس، هاو السينوس وهاو الموان، هادو هما اللي راهم بالروج. واش نعرفو تاني؟ اون سي كو لو سينوس الفا ايتيغال او كوسينوس الفا موان بي سور دو، هادي معناها سينوس الزاوية يساوي كوسينوس الزاوية ونقصو لو بي سور دو. معناها واش يصرى؟ الموان زان فوا الموان زان بيسونس ان تولي لي ناقص واحد اس ان زايد واحد، وزوج اس ان في زوج تولي لي زوج اس ان زايد واحد، معناها الاسس نجمعوهم باسكو هادي راهي عبارة عن زوج اس واحد وهادي راهي ناقص واحد اس واحد. اي بيان سور لهنا نحولو لو سينوس هذا لكوسينوس، سيتادير نقصو لو بي سور دو من الزاوية تاعو، لهنا يولي لنا كوسينوس. باردون بور لي زيرور، دونك هنايا سي لو كوسينوس ماشي لو سينوس، باسكو حولناه نقصنا لو بي سور دو من الزاوية تاعو اللي كانت نقصنا لها بي سور دو، ها هي موان بي سور دو. من بعد واش نوليو نجبدو لو بي سور دو عن مشترك واش يجيني؟ باردون لهنا توجور سي لو كوسينوس، دونك واش ولات؟ ولات ناقص واحد اس ان زايد واحد فوا دو بيسونس ان بلوس ان كوسينوس تاع شكون؟ دو زيكس موان ان بلوس ان فوا بي سور دو. نكومباريو العبارة هادي تاع ان بلوس ان تاع لا ديريفي دوردر ان بلوس ان نلقاوها كيف كيف. دونك واش نستنتجو؟ نستنتجو بلي الاف ان لي سوبوزيتها صحيحة، لي سوبوزيناها في اللولة راهي صحيحة الي جوست، اي دونك اف ان ايتيغال ا موان ان بيسونس ان دو بيسونس ان كوسينوس دو زيكس موان ان سور فوا بي سور دو. الور هذا كان بور لوردر دي دو لا ديريفي دوردر ان، كيعود لهنا كي تكون عندنا اون فونكسيون وحدها ولا اون فونكسيون سامبل، مش سامبل كي اللي ماهيش ملتيبليكاسيون دو دو فونكسيون، ولا باسكو لا ملتيبليكاسيون دو دو فونكسيون وليو نخدمو بون اوتر ميثود هي لا ميثود دو ليبنيتس. دونك لا ميثود دو ليبنيتس اي تيليزي سي لا فونكسيون dont on veut trouver la dérivée énième est écrite sous la forme de multiplication de deux autres fonctions. بون هادي خرجت دوك من بعد نكسبليكي واش معناها. الور لهنا قبل ما نروحو لازم نعرفو لهنا عندنا لو تريونغل دو باسكال. لو تريونغل دو باسكال كيفاش نخدمو بيه؟ عندنا لهنا لو ان ومن بعد بار لا سويت لو ان هذا نهبطوه لهنا، ان بلوس زيرو لهنا سي اون فالور كي تيغال ا زيرو يمد لي لو ان، ومن بعد ان دو ان هذا نهبطوه، ان بلوس ان ايغال ا دو، 1 بلوس 0 ايغال 1. عندي لهنا لو ان قلنا توجور هذا لو ان اللي على لاغوش يهبط، 1 بلوس 2 ايغال 3، 2 بلوس 1 ايغال 3، 1 بلوس 0 ايغال 1. ونزيدو نكملو لو ان يهبط، 1 بلوس 3 4، 3 بلوس 3 6، 3 بلوس 1 4، اي 1 بلوس 0 1. كي نجيو لهنا العبارة هادي عندنا حنايا ا بلوس بي او كاري واش تساوي لنا؟ هي ا او كاري بلوس 2 ا بي بلوس بي او كاري. بون هادي لا بارتي اللي راح نهضرها جوست باه نفهمو برك لا ريلاسيون تاع ليبنيتس اللي مدوها لنا. دوك من بعد نعطيكم كيفاه نديرو لا ديمونستراسيون تاعها. الور عندنا ا زائد بي مربع هي ا مربع زائد 2 ا بي بلس بي مربع، ولا نقدر نكتبها من شكل واش؟ واحد في ا مربع في بي اس زيرو، هذا هو هذه الكتيبة الأصلية تاعها مش هاد، زائد زوج في ا اس واحد بي اس واحد زائد واحد في ا اس زيرو بي مربع. معناها لهنا شنو ريماركيو؟ نريماركيو باللي ا الاس تاعو منين يبدا؟ من اكبر اس، من الاس اللي حطه لنا لهنا في العمليه، معناها زوج، ومن بعد يزيد في العمليه الدوزيام يولي واحد، وفي العمليه الاخرى يولي زيرو، معناها هذا يروح بالان. والاس تاع البي كبار يبدا من زيرو واحد زوج، والمعاملات هادو واحد زوج ثلاثة هما اللي عندنا لهنا في لو تريونغل دو باسكال 1 2 1. دونك لهنا كون يعود لو تريونغل نهبطو لدي فالور كبار تتحتم علينا، ما نش راح نرسمو لو تريونغل كامل، نوليو نخدمو بلا لوا هادي اللي هي سي ان كا تساوي ان فاكتوريال على كا فاكتوريال فوا ان موان كا فاكتوريال، حيث ان لي فالور هادو لي ليني تاع لو تريونغل يبداو من لا لينيو 0 لا لينيو 1 لا لينيو 2 3 4 حتى لا لينيو ان، معناها سي لهنا ان كا لو ان هذا اي ريبريزونت لا ليني،
و لو كان لهنا توجور نبداو هو اللي ريبريزونت لي كولون نبداو لا كولون 0 لا كولون 1 لا كولون 2 3 اي 4 جوسكا ك سا ديبون على لا فالور اي دونك لو كان لهنا اللي ريبريزونت لو نيميرو دو لا كولون معناها كي نحب انا نعرف لهنا رقم الارقام هادو بار اكزومبل لو سي 42 معناها 4 هي لا ليني 4 2 لا دوزيام كولون سيتادير لا فالور 6 واش ندير نطبق القانون هذا يجيني من شكل ك 4 فاكتوريال سور 2 فاكتوريال موان فوا 4 moins 2 factoriel, qui nous dit l'amalia, 4 moins 2 est 2, 2 factoriel c'est-à-dire 2, 2 fois 2, ou il faut que 4 factoriel soit 1 fois 2 fois 3 fois 4, alors nous disons l'exercice 4 à la zouche fi zouche, c'est-à-dire 1 fi zouche fi 3 est 6, ou 6 est la valeur de la ligne 4 avec la colonne 2. On dit que nous avons besoin le chiffre 0, nous avons la colonne 0, la ligne 0. معناها لازم نخدمو بالقانون هذا باش نلقاو لي شيفر لي تريونغ دو باسكال لي شيفر هادو لي في تريونغ دو باسكال كيف كيف بالنسبه للعمليه تاع ا زائد ب مربع كي نحب نعرف انا لا فالور هادي واش تمثل لي هي لو ان سي تادير سي ان ك لو ان هو 2 والك هو 0 سي ان 2 سي تادير سي 2 0 وهادي سي 2 1 وهادي سي 2 2 هما لهنا يمشيو على حساب ثاني الاسس اللي كاينين هنا نروحو ليكزامبل ان اوتر اكزامبل اللي هو ا زائد ب مكعب بون تجينا سهله لا ديتيرميناسيون تاعو بيسك لهنا المكعب واش يمثل لي يمثل لي لو 3 هذا سي تادير راه نهزو نخدمو لي فالور دو لا تروازيام لين الور نخدمو كيما درنا من قبل نهزو ال ا نديرو لها ا مكعب ا مربع ا اس 1 ا اس 0 والبي يجي يمشي في العكس معناه يبدا بالبي اس 0 بي اس 1 بي اس 2 بي اس 3 والمعاملات لهنا نروحو ديريكتومون لو تريونغ دو باسكال اللي هما 1 3 3 1 ولا نخدمو بلا لوا هادي ولا لا ريلاسيون اللي هي سي ان ك لو ان هو لا فالور 3 و لو ك منين يتغير يبدا انا من 0 حتى الان معناها لو ك هذا مش راح يديباسي لا فالور 1 لازم اخر قيمه اللي يوصلها لو ك هي الان هذه دونك يعود لو ان 3 لو ك منين راح يبدا من 0 1 2 3 ها 0 كيعود لو ك ايغال 0 كيعود لو ك ايغال 1 كيعود لو ك ايغال 2 كيعود لو ك ايغال 3 دونك جيسبر لهنا فهمنا لا لوا هادي واش معناها نروحو دركا لا ديمونستراسيون دو لا لوا دو ليبنيتز دونك لا لوا دو ليبنيتز جات من لا ملتيبليكاسيون دو دو فونكسيون وحوسنا على ديريفي دوردر ان تاعها على بالنا باللي اف في جي واش تساوي لهنا ما نساوش باللي كي نعود واحد بين قوسين راهي درجه المشتقه معناها هي اني بديت لهنا بالجي والاف دونك جي شقيت الجي في الاف زائد مشتق الاف في الجي ما كي نقول لهنا 0 سي تادير هي الداله الاصليه معناها قبل ما نشقوها والان راهي المشتقه الاولى نرماركيو لهنا باللي كي عاد لو ان لهنا درجه الاشتقاق الاولى مدوا لي المعاملات واحد واحد اللي هما يمثلوا لي لا ليني الاولى لا ليني 1 من لو تريونغ دو باسكال دونك هذه نقدر نعبر عليها بالسي سي تادير هذه لا فالور قد سي دونك سي هاي سي ان هو لو 1 ولو ك هو 0 وهذه سي ان 1 نروحو للمشتقه الدوزيام دونك كي نشتقو هذه الاولى نزيدو نشتقوها اون دوزيام فوا رايحه تجيني اني بسطتها ديريكتومون رايحه تجيني اف 0 جي 2 بلس 2 اف 1 جي 1 بلس 1 اف 2 جي 0 دونك نو ماركي لي هادو اللي راهم بالروج اي لو ريبريزونت لا دوزيام لين من لو تريونغل دو باسكال 1 2 1 ولا هنا نو ماركيو باللي الاف درجه الاشتقاق تاعها اي قاعده تكبر بدات من 0 1 2 ودرجه الاشتقاق تاع الجي بدات من 2 1 0 معناها راهم قاعدين يمشيو كيما اللي درنا ليكزامبل تاع ا زائد ب مربع معناها متعاكسين نروحو للمشتقه الثالثه كيف كيف معناها راح المعاملات باينين راح يجيونا ان 3 3 1 لهنا كي تحبوا تفيريفيو راح تلقاهم كيما هك درجه المشتقه تاع الاف رايحه تكبر من 0 حتى 3 بيسك هذا هو اكبر عدد والجي رايحه تصغر من 3 من الكبير حتى للزيرو نزيدو نكملو لهنا بيسك لهنا ان 3 3 1 واش قلنا يريبريزونتيو هما لي فالور من لو تريونغ دو باسكال وقلنا بلي لي فالور نقدر نجبدوهم من لا لوا هادي الوغ جو رومبلاسي لي ان 3 3 1 بار لي سي بار سي ان ك معناها سي 3 0 سي 3 1 سي 3 2 اي سي 3 3 اي دونك واش نقدروا نقولوا دركا كي تعود عندي اف جي لا ديريفي دوردر ان واش تجيني نولي نبدل بيسك لهنا كانت 3 ماكسيموم هو 3 لهنا كيولي هو الان تولي لي سي ان 0 اف 0 جي ان معناها كي نهضروا حنايا الساعه على الاف رايحه تبدا لي من 0 1 2 وتكمل حتى الاف موان زان حتى الاف ان اللي هي اكبر درجه الاشتقاق
ونرجع لجي مشقة الجي نبدأ من المشقة انيام ومن بعد نقص اف جي ان موانز ان جي ان موان دو حتى الجي ان جي زيرو وبيان سور عندنا لي سي هادو سي ان زيرو سي ان ان سي ان دو حتى سي ان ان موانز ان سي ان ان دونك لهنا اني رومبلاسيت برك كاش لهنا سي لا ديمونستراسيون دو لا ديريفي دوردر ان واش نرماركي لهنا نقدر نكتب بيسك لهنا لا ميم لا ميم فورم اللي قاعده تتعاود نقدر نكتب لا ديريفي دوردر ان تاع لا ملتيبليكاسيون دو اف و جي على شكل صوم من لا فورم هادي دونك اف جي بيسونس مش بيسونس لا ديريفي دوردر ان دو اف و جي هي لا صوم دو سي ان كا اف كا جي ان موان كا لو كا تاعنا من يتغير يبدا انا من زيرو حتى الان دونك كي نجيو نديرو لا صوم هادي نفكوه على شكل صوم راهي حتجيني الشكل هذا اللي لقيناه كبير هذه كانت بور لا ديمونستراسيون دو لا ميثود دو ليبنيز مي حنايا كي نجيو نخدمو بها نابليكيوها نكتبوها ديريكتومون وما نساوش نكتبو معاها لا لوا هادي اللي نخدمو بها باش نلقاو لي سي جيسبر لهنا تكون مفهومه او نديروها في ان اكزرسيس ان شاء الله عندنا دركا كاين دو تيورام ثاني مهمين كاين لو تيورام دو رول بون لهنا نو سافون كو سي اون فونكسيون اف ادمي ان ماكسيموم او ان مينيموم اون ان بوين اكس 0 الور معناها لهنا لو سونس هادي كي تقبل داله قيمه حديه كبرى ولا صغرى عند نقطه اكس 0 فان اف بريم لي اكس 0 تساوي 0 معناها عند النقطه هادي المشتقه تنعدم دونك واش نقدروا نقولوا كي تكون عندي داله مستمره على المجال ابي وقابله للاشتقاق الي ديريفابل سور لانترفال ابي حيث ان اف دو ا ايت ايغال اف دو بي دونك واش نستنتجو نستنتجو باللي il existe au moins عدد سي ينتمي للمجال ابي تل كو اف بريم دو سي يساوي 0 دونك هذا ليكزومبل اللي عندنا عندنا الداله هذه البارتي هذه الحمراء المجال تاعنا ا بوتي تا و بوتي بي والنقطتين هادو ا و بي الكبار حيث انهم متساويين هنايا اف دو ا يساوي اف دو بي هاني رسمت خط بيناتهم وجاي خط مستقيم وجاي محور فواصل نرماركيو بلي الداله هذه عندها على الاقل نقطه حديه صغرى وعندها وحده اخرى كبرى معناها كي تحقق لي الشرط تاع لو كونتينيتي الاستمراريه وقابليه للشقاق وحيث ان اف دو ا يساوي اف دو بي واش نستنتجو بلي الداله هذه في المجال ا بي تقبل قيمه حديه تقبل قيمه تنتمي للمجال ا بي هذا بيان سور حيث ان القيمه هذيك هي القيمه الحديه يا اما الصغرى ولا الكبرى اللي تنعدم عندها المشتقه انا عندي داله في المشتقه تاعي اف بريم النقطه تاع القيمه الحديه هي سي معناها اف بريم دو سي يساوي 0 هذا هو لو تيورام دو رول دونك يتحققوا لي لي تروا كونديسيون هادو في ثلاثه نابليكي ديريكتومون وعندنا لو دوزيام تيورام تاع لي زاكر واس مونفيني دونك لو تيورام دو رول هو حاله خاصه من تيورام دي زاكر واس مونفيني الور هنا واش هي كيفو يتحققوا لنا لي دو كونديسيون الاولين معناها لا كونتينيتي اي لا ديريفابيليتي واش نقولوا نقولوا باللي اللي اكزيست سي ينتمي للمجال ا بي حيث ان بي موا ا فوا اف بريم دو سي ايغال اف دو بي موا اف دو ا وبعباره واحده اخرى نقدروا نقولوا باللي اف بريم دو سي يساوي اف دو بي موا اف دو ا قسمة بي على ا بون نشرحوها جرافيكمون عندنا لو جراف توجور عندنا لو جراف هذا ا بي في المجال بوتي تا بوتي بي الور كي تتحقق لي كي تحقق لي الشرط على كونتينيتي ولا ديريفابيليتي واش نقول نستنتج باللي ان المنحنى يقبل مماس عند نقطه سي والمماس هذا واش رايح يكون راح يكون موازي للقطعه هذه القطعه الصفراء هذه ولا المستقيم الاصفر هذا معناها من الحد تاع المجال ا والحد تاع المجال بي كي نرسمو بيناتهم في المنحنى بيان سور قطعه مستقيمه ولا نرسمو ان دروات لي تولي بين لي دو بوين المماس تاعي راح يكون موازي للقطعه هذه القطعه ا بي نسميوها نفرضوا نهضروا على الا بي هذه المماس عند النقطه سي راح يكون موازي ليها وحنايا واش نعرفوا المماس نعرفوا باللي لك في يقولوا له الميل ميل المماس واش هو هو اف بريم تاع نقطه المماس معناها اف بريم دو سي اي كوم المماس هذا والمماس هذا متوازيين معناها الميل تاع المستقيم الاصفر والميل تاع المستقيم الكحل الازرق متساويين ميل المستقيم الازرق واش قلنا قلنا هو اف بريم دو سي وكي نجيو نحسبوا ميل المستقيم الاصفر هذا هو لا طونجونت معناها المقابل على المجاور المقابل واش هو هو اف دو بي موا اف دو ا سور اف دو سور بي موا معناها المقابل على المجاور بون لهنا جات بالعكس برك باسكو درت لهنا لو الحاله وين تكون
لهنا راهي تجينا اف دو ا موا اف دو بي سور بي موا ا. مي حنا توجور اون غارد لا فورم جينيرال هادي اف دو بي موا اف دو ا سور بي موا ا، باسكو من بعد كان البي اصغر اف دو بي اصغر من اف دو ا ولا العكس، هيجينا الاشاره سلبه وتخرج لنا على جينا من بعد النتيجه سلبه، لكن سلبه ولا موجبه. كما في الحاله تاعنا هذه كنديروا اف دو بي موا اف دو ا سور بي موا ا، جينا النتيجه سلبه، كون جاوا عندنا النقاط جينا النتيجه سلبه، باسكو الميل تاعنا هو جاي من الشكل هذا، دونك ماهوش من لا فورم هذه، ميجيش كيما هكا طالع. واش قلنا؟ قلنا بيسك لهنا لي دو دروات هادو راه متوازيين، معناها عندهم نفس الميل، دونك ميل المستقيم المماسي هو اف بريم دو سي، وميل المستقيم الاصفر هو اف دو بي موا اف دو ا سور بي موا ا. لهنا اللي قلت لكم ما سمش الاشاره، باسكو من بعد كي نعوضوا الا كان موجب هاي تبقى موجبه، ولا كان بارتي حاجه سالبه هاي تخرج لنا بالسالب وخلاص. هذا بالنسبه لو تيورام دي زكر واسمو فيني. نروحوا دركا لي فونكسيون ريسيبروك. بون كاين عندنا لي فونكسيون تريغونوميتريك، كونسيديرون لا فونكسيون كوسينوس من شكل بون الكوسينوس على بالنا باللي راهو محصور بالناقص واحد لواحد. وبصح لهنا باه يتحقق الشرط تاع لا بيجيكسيون، حنا واش قلنا باللي راهي اون فونكسيون بيجيكتيف كيعود لكل صوره سابقه ولكل سابقه صوره. سا فونكسيون بيجيكتيف الور تاع لو كوسينوس ريسيبروك واش هي؟ ناقص واحد واحد زيرو بي. دونك نديرو نشوفو لو غراف، لو غراف هذا عندنا اللي راهو لا فونكسيون تاع الكوسينوس، نشوفو باللي هذا اللي راهو بلورونج فيه يتحقق لي الشرط تاع لا بيجيكسيون، معناها كل صورة عندها سابقة وكل سابقة عندها صورة، ما كانش اون فالور في التيني هذا في التيني برك، باسكو نهزو لا فالور تاع الكوسينوس كامل العبارة تاعها راح نلقاو باللي كاين إيكغاك عنده بليزيور زيكس، دونك لي زيكغاك كامل عندهم بليزيور زيكس، مي كون نهزو المجال هذا برك التيني اللي هو من زيرو لبي و نرماركيو باللي يحقق لي لا كونديسيون تاع لي كل صوره سابقه ولكل سابقه صوره اللي هي لا كونديسيون دو لا بيجيكسيون. وقلنا من قبل باللي كي تحقق لي لا كونديسيون دو لا بيجيكسيون معناها نقدر نلقى لا فونكسيون ريسيبروك. واش قلنا ثاني؟ لا فونكسيون ريسيبروك واش معناها؟ معناها محور الفواصل اللي واللي هو محور التراتب، ومحور التراتب واللي هو محور الفواصل. سي كوم سي هذا المنحنى راح نقلبوه، اي بيان سور كي نقلبوه راح نلقاو المنحنى هذا اللي ريبريزونتي لا فونكسيون ارك كوسينوس. ارك كوسينوس هي اللي نلقاوها في الكالكولاتريس، كوسينوس موانز اللي نلقاو بها الزاويه، وهذه هي الداله العكسيه تاع الكوسينوس. دونك الكوسينوس كان من زيرو، هو محصور الكوسينوس محصور من ناقص واحد لواحد، والاكس تاعو من زيرو لبي اللي حقق لي لا كونديسيون تاع لا بيجيكسيون. الور لو ارك كوسينوس واش يولي؟ يولي المجهول تاعو محصور بين ناقص واحد لواحد، وهو بعد ار كوسينوس اكس يولي محصور بين زيرو بي. معناها لهنا تعكسوا المجالات، ها لهنا كان زيرو بي، ولا في محور التراتب زيرو بي، ولا محور التراتب لهنا تاع الكوس من ناقص واحد لواحد، ولا لهنا في محور الفواصل من ناقص واحد لواحد. عندنا لهنا الداله العكسيه والداله النورمال يانوليو بعضهم كيما الاكسبونونسيال والالان. كيما نقولوا اكسبونونسيال الان اكس هذه كامل تساوي لنا اكس، معناها اكسبونونسيال والالان راهم دالتين كل وحده راهي عكسيه تاع الاخرى. لكن هضرنا على الاكسبونونسيال داله نورمال الالان راهي العكسيه تاعها، ولكن هضرنا على الالان راهي داله نورمال العكسيه هي الاكسبونونسيال، دونك يانوليو بعضهم. دونك كي نقولوا كوس ار كوسينوس اكس هي اكس كالكو سوا اكس ينتمي ناقص واحد واحد. لهنا نتولو لهنا الاكس تاعنا وين ينتمي؟ بيسك لهنا كوسينوس ار كوس، نشوفو لهنا لو اكس تاع الار كوسينوس وين ينتمي؟ بارس قلنا كوس ار كوس اكس لهنا يهمنا لي لداخل، معناها لازم الاكس تاع الار كوسينوس محصور بين ناقص واحد والواحد. وكي نقولو ار كوسينوس دو كوسينوس اكس نوليو نشوفو الكوسينوس هذا راهو ينتمي او تاع الكوس، الور نروحو لهنا لزيرو بي كالكو سوا اكس ينتمي لزيرو بي. والمشتقة تاع الار كوسينوس نخدموها بال لا ديريفي دو لا ديريفي ريسيبروك اللي هضرناها في الديبي، ورايحة تجينا ناقص واحد على جدر واحد ناقص اكس مربع. هادي ثاني ان شاء الله نديرو عليها ان اكزارسيس ونشرحوها. دو لا ميم فاصون نهضرو على لو سينوس. لو سينوس اللي حقق لي لا كونديسيون تاع لا ريسيبروك، بون نخرجو لو غراف خير. لو سينوس هاي الدالة تاعو بون هي تكمل جاي الداله جايبيه تكمل منا ومنا على ار، مي لا بارتي اللي تحقق لي لا كونديسيون دو لا ريسيبروك هي لا بارتي اورانج هادي، راهي من ناقص بي سور دو البي سور دو، والسينوس تاعنا يتغير من ناقص واحد لواحد. بون كي نكتبو المجال هكا معناها هادي لا بارتي تاع الاكس وهادي تاع الايكغاك.
Alors, في المجال ناقص بي سور 2 بي سور 2 تحقق لي لابيجيكسيون معناها لكل صورة سابقة ولكل سابقة صورة. اي دونك لو ارك سينوس اللي يمثل لي الدالة العكسية تاع السينوس هو ثاني يعكس المجالات يتعكس لي زاكس معناها ناقص واحد واحد يولي في محور الفواصل ناقص واحد واحد واللي كان ناقص بي سور 2 بي سور 2 في محور الفواصل تاع السينوس يولي لي هو محور الترتيب تاع الارك سينوس. وكيف كيف الارك سينوس والسينوس يانوليو بعضهم دو لا ميم فاسون كيما هضرنا في الكوس والارك كوس لهنا برك توجور نسولو المجالات اسكو الاكس راهو يدخل في السينوس الساع ولا يدخل في الارك سينوس باه نعرفو المجال اللي نحطوه. والمشتقه تاع الارك سينوس هي واحد على جدر واحد ناقص اكس مربع. عندنا اوسي لا تروازيام اللي هي لا طونجونت. طونجونت عندنا من ناقص بي سور 2 بي سور 2 مفتوح معرف على ار لهنا الاكس ولهنا الار باردون هذا تاع لي زيكس وهذا تاع لي زيكراك لهنا اللي حقق لي الشرط تاع لا بيجيكسيون بيان سور. دونك هاي لا فونكسيون طونجونت هذه اللي تحقق لي لا بيجيكسيون. الور في الارك طونجونت تعكس يولي لي تولي معرفه على ار بارسك لهنا كانت مرسومة تهبط لتحت خلاص معناها حاكمة محور التراتيب كامل. الور في لا فونكسيون ريسيبروكس تولي حاكمة محور الفواصل كامل ومحصورة بين ناقص بي سور دو بي سور دو. وكيف كيف هنا تاني طونجونت ارك طونجونت اكس بيسك لو اكس لهنا راهو داخل في الارك طونجونت معناها الاكس تاعنا راهو ينتمي لار. ولا هنا كي نقولو ارك طونجونت طونجونت اكس لهنا نقولو بلي الاكس تاعنا راهو ينتمي ناقص بي سور دو بي سور دو. والمشتقة تاع الارك طونجونت لهنا سي ارك طونجونت اكس باردون دونك سي ارك طونجونت اكس هي واحد على واحد زائد اكس مربع. ان شاء الله نديروها في ان اكزرسيس ولا تاع لي فونكسيون هادو كيف لقينا لي ريسيبروك تاعهم. هادو بور الارك كوسينوس والطونجون. دركا نروحو لي فونكسيون ايبربوليك. بون لي فونكسيون ايبربوليك هما دي فونكسيون اكسبونونسييل تو سامبلومون ماهمش حاجه واحده اخرى تما كل واحد ما يعرفش يخدم بهم يحولهم لاكسبونونسييل ويخدم عادي. الور لو سي اش لو كوسينوس ايبربوليك هو اكسبونونسييل اكس بلس اكسبونونسييل موان اكس سور 2 والاس اش هو او اكس موان او موان اكس سور 2 هادو لي دو ديسان تاعهم لي دو كور. باه نديرو لا ديتيرميناسيون دو لا فونكسيون ريسيبروك تاع سي اش والاس اش. كيما لهنا الاس اش نرماركيو بلي البلو تاع الاس اش راهو اون فونكسيون بيجيكتيف ديريكتومون بارس كل صوره عندها سابقه وكل سابقه عندها صوره. الور المجال راه تاع السي اس اش هاي هو معرف في ار دون ار معناها محور الفواصل في ار ومحور التراتيب في ار هو راهو بيجيكت اون فونكسيون راهي اون فونكسيون بيجيكتيف. Et donc la fonction réciproque ça kif kif de R dans R. Par contre CH هي معرفة على R لهنا من زيرو بون هي لهنا ال X تاعها معرفة على R مي ما يحققليش لا بيجيكسيون الور نولي نهزها من زيرو حتى لزايد ما لا نهاية باش تحقق لي لا بيجيكسيون. وال Y تاعها راهو من واحد لزايد ما لا نهاية الور كي نجي نرسم لا بيجيكتيف لا فونكسيون ريسيبروك نهزها غير لا بارتي هادي تيني هادي تتعكس برك محور فواصل لي تراتيب محور تراتيب لي فواصل. بالنسبة للطونجونت طونجونت ايبربول هو الاس اش على السي اش دونك هو معرف في ار على ناقص واحد واحد هذا هو الشرط على بيجيكسيون. دونك الارغ ارغ ارغ تي اش معناها لا فونكسيون ريسيبروك تاع طونجونت ايبربول هي من ناقص واحد لواحد لي زيكس تاعها محور فواصل ومحور تراتيب هو الار. وهذا لو ديسان تاعو ارك تي اش نشوفو محصور بين ناقص واحد والواحد ينتمي لار في الايكراك لهنا تعكس بلي الايكراك يولي لو ار معناها معرض لا فونكسيون ريسيبروك باردون راني عكستهم هادي سي تي اش وهادي سي الارغومون. بون لهنا راه قلنا لهنا بلي طونجونت طونجونت ايبربوليك معرف في ار دون موان زان ان معناها محور التراتيب ناقص واحد لواحد محور الفواصل راهو ار. في الارغومون في لا فونكسيون ريسيبروك تتعكس يولي محور الفواصل هو التراتيب ومحور التراتيب هو الفواصل. لهنا كالكو بروبريتي اللي يخصو سي اش ولا اس اش. بون كي نجيو نديرو لا ديريفي تاع سي اش كي نشتقوها بيان سور نشتقو ديريكتومون ليكسبونونسيال رايحه تجيني العباره تاع الاس اش معناها الموان هذا راح يهبط
نلقاو العبارة تاع الاس اش، كي نشتقو الاس اش تمد لي سي اش، وكي نشتقو تي اش هي ان سور سي اش او كاري، وهي ان سور ام موان تي اش او كاري. معناها لهنا واش نديرو؟ نهزو سي اش نقسمو برك، نديرو اس اش على سي اش بيسك نجي المشتق البسط في المقام، ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع. وبالنسبة لي فونكسيون ريسيبروك تاعهم هادو هما لي ديريفي تاعهم في ثلاثة، بيان سور نخدمو بالقانون اللي هضرنا عليه في الديبي، لا ديريفي جون ديريفي ريسيبروك. وهادو دساتير تحويل تاني اللي لازم نعرفوهم كيما تاع الكوسينوس والسينوس، مي لهنا يتبدلو الإشارات. دونك هادو تسمى لازم يلفو ميو لي زابروندر بار كور ميم بور لو كوسينوس اي لو سينوس. دونك اون تيرمين ماتنون افيك la partie d'Italie, l'hyperbole. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salam.